أحسن الله إليكم الشيخ صالح. عودة إلى السؤال الأخ الذي سأل عن الصلاة وقميص النوم، جرت عادة بعض الناس فضيلة الشيخ الحضور إلى المساجد بهذه الثياب، ثياب النوم، ما رأيكم فيها وهل لكم توجيه؟ كما ذكرنا الأفضل والأكمل تزين بالملابس الكاملة، لا سيما وأنه سيحضر مع المسلمين في المسجد. نعم.